عندنا اللي يرقب علينا ولا اللي يطلع علينا، تنهزو راسي في لافيلانس، نهزو كفو كتفي حتى تنديرو في لافيلانس، وانا جيت انا الداكسي ونهزو تاني على كتفي تنديه الداكسي، وما كانش لي تعاون معانا، ما لقيت حتى المعيشه، ما لقيت انا وليداتي. ما كنتش كنعس 3 سيمانات هادي فيها صداع، وتنبت نصادع ونضل نصادع، و كنضل نصادع ونبت نصادع. ما عرفتش مناش، انا ما عرفتش مناش، كنت عادي تضحك، ما عرفتش مناش. ونحب دابا تفكست لي ولي دابا صافي وليت نهز شويه بعد. او صح، خصنا الناس يتعاونوا معايا، نشوف باش نضمن لي سكانير ومعنا باش نديروا الحاله ضعيفه، وما كنخرج ما كان الا ما هزوني ما نخرج ولا ما حطوني ما نعس، وكنطلب من الناس يتعاونوا معايا باش ندير هاد السكانير راه الحاله ضعيفه ومعنا باش صداع تنبات نصادع ونصادع ما كان الناس. الوالدة هي اللي كتعاونني، كتبدا تقلبني وتنوضني وتعطيني ناكل وتعطيني نشرب. الولد انا تنهزو بوحدي تنبات سهرانة معاه ونقلب والصداع والمصران محبوس والنبولة كانت محبوسة ودايرة لي داك الشكيرة دايرة لي داك التيو هو اللي تيدوز. دركا ملي حيدتو ليه داك التيو ولا دركا شوية المصران داك النبولة تيدير شوية تيخرج لبرا، والمصران باقي، المصران باقي محبوس ليه مازال ما حقوني ما تيخرج للطواليط. واش ما تيتعاون معايا حتى واحد والو، غير سوى الله تبارك وتعالى هو اللي تندير. تنخرج نطلب الناس حتى تنعيا والو، حتى واحد ما كانش اللي يعاوني، حتى واحد تقول طلبت حتى عييت وانا نشور حتى من 3 سيمانات هذه ولا 4. ما هو باش هاد الدري مريض، الا ما قلبته ما يتقلب، الا ما هزيته ما يتهز. واخويا هذا هو المجهود ديالي. خويا الطالب مشيت لتمايا وتعاونوا معايا واحد السيد هو اللي تعاون معايا، هو اللي عطاني داك الدواء شي عطاوه ليا وشي، ودرت 3 تحليلات، وحده قالوا لك تاعت الخزان اللي يعود سكر، داروا لي وحده تاعت الخزان وداروا لي جوج على حساب، قال لك نشوفوا لا تعود شي حاجه شي مرض خايب ولا شي حاجه، داروا لي واحد جوج تحليلات اخرين. قال لك عنده داك الميكروب في النبوله وعنده داك الميكروب في ديك الحبه. وهادشي اللي تنطلب من الله اخويا، نطلبوا من الله يتعاونوا معانا. انا الوليدات عندي والياتم، وما عندي حتى شي حاجه، فانا ردي ديا راه ما عندي والو. يجي الانسان هالحاله ها هي والو، تقول اخويا راه ما عندي حتى شي حاجه، حتى المعيشه ما لاقيها انا ووليداتي. 150 الف اللي طلبوا لنا السكانير، وحنا ما فتقتناش اخويا هاد السكانير تاعينا، ورجعنا في حالتنا ما تلينا درناه ليه كاع. قال لك زعما يديروا باش نشوفوا هذاك الحبه داك الميكرو نشوفوه مناش، اش دخل لداخل ولا خرج على برا، الا خرج على برا راه شي باس ما كنخرجوا ليه الدواء يتصرف داك الشيء، ولا لداخل اللي نشوفوا معاه، وحنا ما عندنا جهد داك الشيء وجينا في حالاتنا. تنعطيو الدواء خويا، ها هو تنخوض ليه الدواء، شي خنيشات تاع المصران وشي خنيشات ديال الصداع تاع الفاني تاع الصداع وشي خنيشات على حساب النبوله، تنمدهم لي تيشربهم دروكا. يا اخويا هذا هو، يتعاونوا معنا اخويا، انا الحاله ضعيفه وعندي اليتام، ما عندي شيء، عندي جود الله، ما عندي شيء، عندي جود الله. هنا تنطلب الله من المحسنين يتعاونوا معنا، هذا الشيء اللي تنطلب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.